لا تتجاهل رسائل القدر إليك، فالأحداث التي من حولك ليست مجرد صدف ولا تحدث عبثا، بل هي بتدبير وتخطيط إلهي. فإن كنت لا تصدق فإليك هذه القصص العجيبة. اصطف الممثلون في مشهدهم السينمائي في المحكمة لسماع النطق بالحكم، ولم يكن أحدا منهم يعلم أن اصطفافهم كان وفقا لترتيب موتهم في الواقع. ربما تقول أن هذه مجرد صدفة. حسنا، إليك قصة أخرى عثر على الممثلة الهندية ميناكش ثابار مقطوعة الرأس، وهو مشهد لا يقل رعبا عن دورها في فيلم الرعب 404. لقد قتلت من قبل زميليها، وهو بالضبط ما حدث لها في الفيلم. وفي قصة أخرى، منذ أكثر من 30 عاما قام الدكتور مايكل شانون بإنقاذ حياة طفل كانت مهددة بالخطر. هذا الطفل رد الجميل للطبيب شانون عندما كان الأخير محاصرا في سيارة محترقة بعد وقوع حادث في عام 2011. وتصادف أن أحد رجال الإطفاء الذين أطلقوا سراح الطبيب المصاب هو نفس الطفل كريس تروكي الذي تم إنقاذه قبل عقود. وفي قصة أخرى، أنقذت بيني براون كيفن ستيفن البالغ من العمر 10 سنوات من نيويورك بعد توقف قلبه بسبب إصابته بمضرب بيسبول على صدره. وبعد 7 سنوات في عام 2006 أنقذ كيفن حياة بيني عندما كانت تختنق بسبب طعامها في مطعم كان يعمل فيه كيفن. وفي قصة أخرى، وقف جون لي الذي تجاوز 20 من عمره فوق منصة المشنقة وعقد حبل المشنقة حول عنقه. لقد كان جون يعرف أنه لن يموت، شاهد ذلك في منامه خلال الليلة السابقة لمحاولة إعدامه. رأى في أحلامه أن الثغرة التي يقف عليها فوق منصة المشنقة لن تنفتح، وهذا هو ما حدث حقيقة في الواقع. قبل 3 سنوات عمل جون لي كبستاني لدى عجوز تدعى الآنسة إيما آن كيز بمنزلها الكائن بدوفن، وكان جون يتقاضى لقاء ذلك 4 شلنات في الأسبوع. في مساء 14 من نوفمبر عام 1884 تم العثور على الآنسة كيز مقتولة في حجرتها، وقد ذبحت بسكين البستاني الذي كان يستعمله جون لي. تم القبض على جون لي الذي كان ينام في حجرة صغيرة مجاورة لحجرة الخزين التي وجدت فيها الجثة، ووجهت إليه تهمة القتل. وفي 4 يناير عقدت المحاكمة في أكستر، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا. فقبل موت الآنسة كيز مباشرة أخبرت جون لي أنها ستجري تخفيضا قدره شلنا كل أسبوع على راتبه. وقد نظرت المحكمة إلى هذا باعتباره الدافع المباشر للجريمة. أثناء المحاكمة كان جون لي رابط الجأش هادئا بشكل لافت، لم يكن يبدو كشخص يمكن أن يقتل في ثورة غضب مفاجئة. لفت هذا نظر القاضي وقد علق عليه وهو يسأله إذا ما كان لديه ما يحب الإفضاء به، فقال جون: السبب في هدوئي يا سيدي القاضي هو أنني لن أشنق، فالله يعلم أنني بريء. في صباح 23 فبراير استيقظ جون وقص على الحارس تفاصيل الحلم الذي رآه في نومه، حيث رأى أنه يصعد إلى المشنقة لتنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن الباب الموجود في الأسفل لم ينفتح. لذلك قال جون: أعتقد أنهم لن ينجحوا في إعدامي. بعد هذا بأقل من نصف ساعة تحقق حلم جون لي بتفاصيله. فشلت محاولات إعدام جون لي 3 مرات، ففي كل مرة يحدث عطل ما للمشنقة. كان جون هادئا ولم يتحرك من مكانه، وعندما تم إنزاله من منصة الإعدام عادت المشنقة للعمل من جديد. فلما أعاده الحراس إليها تعطلت مرة أخرى. هنا قال جون باكيا: لن تتمكنوا من إعدامي، فالله يعلم أنني بريء. عندها أمروا ضابط السجن بإعادة جون إلى زنزانته، وتم تخفيف الحكم على جون لي من الإعدام إلى السجن المؤبد.
هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.